كيف حالكم جميعا؟ اليوم بتحدث عن كتاب السعادة الداخلية بشكل سريع وبسيط. طبعا المؤلف هو فيرا بيفر. سوف أتحدث بشكل بسيط وسريع بما أن الكتاب نوعا ما طويل. هيا نبدأ. الفصل الأول، ما الذي يشعرنا بالسعادة والرضا؟ وكيف يمكن أن نعرف أننا نشعر بالسعادة والرضا وأنه لا ينقصنا أي شيء؟ في الحقيقة إن الشعور بالسعادة والرضا يعني أن نكون أصحاء تماما من الناحية النفسية. فمثلا عندما تشعر بأنك راض عن نفسك وبأنه لا ينقصك أي شيء، سوف تبدأ في الاستمتاع بما لديك، وفي نفس الوقت سوف تشعر بأن لديك القدرة على تغيير الأشياء التي تحتاج إلى التغيير في حياتك وتقبل الأشياء التي لا يمكن تغييرها. فمثلاً لكي نصل إلى الشعور بالسعادة والرضا، فإننا نحتاج إلى الشعور بأنفسنا، مما يعني من نحن وما هي قيمتنا أو ما هي الصلة التي تربطنا بالآخرين. لنقطة مهمة، إننا لا نحتاج فقط إلى النظر لمستوى وجودنا المادي والعقلي والوجداني، بل يجب علاوة على ذلك أن نتخضى هذا المستوى إلى ما هو أبعد ونكتشف الجانب الروحي في الطبيعة الإنسانية. وعندما تتمازج وتتداخل جوانب الحياة الأربعة، نكون قد وصلنا حقا إلى السعادة والرضا. ثانيا، الصحة الوجدانية والعقلية والجسمية والروحية. ولكن قبل أن نذهب إلى ما هو أبعد من هذا، من المهم أن نفهم أننا لسنا في حاجة لأن نكون أصحاء بنسبة 100%. فكل من هذه النواحي لكي نشعر بالرضا الكامل عن أنفسنا، فوجود بعض مواطن الضعف هو أمر لازم وحتمي. لماذا؟ لأننا بشر. الصحة الوجدانية هي قدرة على الإحساس بكافة المشاعر الإيجابية بالطبع، فيكون لها الأولوية على المشاعر السلبية. طبيعي أن يكون لدينا بعض من المشاعر السلبية، ولكن هو أن تستطيع بنفس الوقت أن تتواصل بطريقة سليمة مع الناس من حولك. ثالثا، الصحة العقلية تعد القدرة على التفكير العقلاني المنطقي دليلا على الصحة العقلية، بشرط ألا يتحول هذا التفكير المنطقي إلى آلية ليس لها سوى وظيفة واحدة، وهي كبت المشاعر. أما رابع نقطة، ألا وهي الصحة الجسمية. من المهم أن نتأكد باستمرار من حصول الجسم على كل ما يحتاج إليه لكي يؤدي وظائفه بكل يسر وسهولة، وذلك لأن الحالة الجسمانية ممكن أن تؤثر على العقل والوجدان. خامساً، الصحة الروحية. يكون من المفيد أن ننظر إلى الجانب الروحاني للحياة باعتباره تقديراً لعملية الحياة في حد ذاتها. غالباً ما يكون ذلك التقدير الذي يجعلنا نتجاوز حدود المسائل الشخصية المحطة، فكل ما تحتاج إليه للوصول إلى الجانب الروحاني في ذاتك هو التفتح وحب الاستطلاع، وجميع جوانب النفس المادي والعقلي الوجداني والروحي متداخلة ومترابطة فيما بينهما. سادسا، العلاقة بين الجسم والعقل. معظم الناس لديهم خبرات شخصية تؤكد قدرة العقل على التأثير في الجسم، فعندما تكون خائفة من الذهاب لطبيب الأسنان، قد تنام في الليلة السابقة نوما متقطعا بسبب ما تحس به من التوتر، ويعتبر الخوف أقوى جانب من جوانب التفكير يمكن أن يسبب المرض، وهذا لأن القلق يضعف جهاز المناعة وليس العقل فقط الذي يؤثر على الجسم، فإن الجسم أيضا يؤثر على العقل أي العكس. ففي الوقت الذي يكافح فيه الجسم لصد هجوم مادة غريبة سواء كانت فيروس أو بكتيريا، فإن حالتنا المعنوية تنخفض، وقد نصاب بالإحباط، الارتباك، أو عدم القدرة على التنسيق أو اتخاذ القرار. والآن سوف نتحدث عن مسارات الطاقة في الجسم. يطلق على الطاقة التي تتدفق عبر مسارات الطاقة في الجسم اسم الطاقة الخفية، وهناك الجهاز الكهرومغناطيسي وهو الذي يعمل من خلال المسارات ويستخدم نقاط الوخز
لامتصاص الطاقة من البيئة المحيطة بنفس الطريقة التي نتنفس بها الهواء. الآن كيف تعمل القوة المغناطيسية؟ القوة المغناطيسية هي القوة التي تحافظ على نظام المجرة وتجعل النجوم والكواكب تدور وأجسامنا تماماً كغيرنا من الكائنات الحية، لها مجال كهرومغناطيسي طبيعي. لا ننسى أن هناك عوامل تعوق تدفق الطاقة بيسر وسهولة في مساراتها الطبيعية، وهي الضغوط العاطفية والضغط الناشئ عن المسارات الأرضية. والآن لندرك المجال للتحدث عن الذبذبات الجيدة. أنا أعرف الكثير عن الذبذبات الجيدة. في الحقيقة لنبدأ تدريجياً، سوف أخبرك عنها الآن. إن الكلمة من الممكن أن تؤثر على مشاعر معنية بداخلك، وربما تكون قد لاحظت أثناء قراءتك لكتاب معين كيف أن جملاً معينة يمكن أن تؤثر فيك، وهذا يعني أن الكلمات تتذبذب بداخلك بتردد معين يؤدي إلى تنشيط مشاعر السعادة الداخلية لديك. أي لهذا السبب من الضروري جداً أن تهتم بأن تفكر وتتحدث بطريقة إيجابية، حيث أن الأفكار الإيجابية تتذبذب بداخلك وتحقق لك الصحة الجسمانية والسعادة الوجدانية، حتى أنها تؤثر على محيطك. فإذا قمت بالاستماع لفيديوهات على اليوتيوب وتكون كلماتها إيجابية، هذه الكلمات كما نقول تتدفق بداخلك، أي تبدأ بإعطائك قوة من الحماس، إذ تريد أن تعمل أو تنهي كل ما لديك أو تحقق إنجازا جديدا كل يوم. لذلك يجب أن دائما تتحدث بطريقة إيجابية. أما الآن سوف نتحدث عن الطاقة الشخصية. عندما يكون هناك عائق يمنع تدفق الطاقة الخفية، فإن هذا من الممكن أن يجعلنا نشعر بالارتباك والتشويش الذهني، وعندما نشعر بالقلق يزداد احتمال وقوعنا في أخطاء، ولهذا فإننا سوف نصبح أقل رغبة في تجريب أشياء جديدة، وبالتالي لن يكون لدينا التدريب الكافي الذي يمكن من تحقيق النجاح لأنفسنا. لكن ثم نصبح بعدها أكثر قلقاً. الآن الطاقة الكونية، إن الأرض والكون والمحيط بنا يؤثران على صحتنا وحالتنا المزاجية. فمثلاً عندما يمتلئ الهواء بالآيونات الموجبة قبل وأثناء العواصف الرعدية، يشعر الكثير من الناس بالقلق والتوتر، والسبب في ذلك أن أجسامهم تجد صعوبة في التكيف مع المجال المغناطيسي المتغير في الجو المحيط بهم. هذه الرابطة الموجودة بيننا وبين الأرض والكون والمحيط بنا هي ما نحتاج أن نفهمه ونستخدمه أكثر في حياتنا اليومية، كما أن اتصالنا بالطاقة المخفية الموجودة بداخلنا يربطنا بالكون ويساعدنا أكثر على اكتساب إحساس جديد بالانتماء، لأننا سنشعر أننا جزء من كيان كلي أكبر. سوف أتحدث لكم الآن عن ثلاث زوايا لفهم النفس: الأنا والذات والروح. قصدت بها إن كل إنسان يبدأ في الشعور بالأنا منذ طفولته في الصغر، فيحتاجون للحصول على تقدير الذات والثقة بالنفس من خلال مديحهم والثناء عليهم. أما بالنسبة للكبار فإن الأنانية الشديدة تكون دليلاً على عدم النضج، ولكن ليس هناك في وجود درجة معتدلة من الشعور بالأنا بشرط ألا يكون هذا هو كل ما لديك. قصدت بالأنا الأنانية. وعلى النقيض من الأنا مفهوم الذات، يقصد به الصور الداخلية التي نكونها عن شخصيتنا، ويتم تعديل صورة الذات بشكل مستمر تبعا لردود أفعال الآخرين تجاهنا. ومن بين التحديات التي تواجهنا التوصل لمستوى جيد من الثقة بالنفس وتقدير الذات، يمكن أن يصمد إزاء الانتقادات والتوبيخ الذي لا مبرر له، ولكن يسمح بتقبل النقد الصادق البناء بحيث يستطيع تعديل سلوكنا تبع لذلك.
أما الروح هي ذلك الجزء الذي يتبقى منا بعد أن تنفى أجسامنا، إنها قوة الحياة الموجودة بداخلنا، فالروح تربطنا بمستوى أعلى من الإدراك. تخيل أنك صعدت للسماء وأخذت تنظر للأرض من علا، فإن رؤيتك سوف تتغير تماماً، فشؤون الحياة اليومية الصغيرة لن تصبح مرئية بالنسبة لك، وكل ما سيتبقى لك هو الصورة الكلية الكبرى. أما الحفاظ على التوافق بين الجسم والروح، فإن كل من الجسم والروح ضروري إن أردنا أن نشعر بالرضا في حياتنا. وإذا أردنا أن نتمتع بالصحة، علينا أن نتحلى بالأمل وبالإحساس بأننا جزء ليس فقط من البيئة المحيطة بنا، ولكن أيضا من كل أعظم وأشمل. وهنا نكون قد أنهينا الفصل الأول، سوف ألخص بشكل سريع الفصل الثاني. السؤال الأول: لماذا نشعر بالنقص؟ كما رأينا في الفصل السابق، فإننا نعرف أنفسنا في إطار البيئة الاجتماعية المحيطة بنا، وإن وجودنا مع الآخرين وتفاعلنا معهم هو ما يجعل لأنفسنا أبعاداً ثلاثة. إن الآخرين يعملون كالمرآة التي نرى بها أنفسنا ونرى فيها ذاتنا، ومعاً يعكسه لنا الآخرون، فقد يكون مشوهاً أو منطوياً على رياء أو خداع، وقد يكون سلبياً أو إيجابياً، ولكن على الأقل يؤكد وجودنا. من المهم ألا نخلط بين فقداننا لذواتنا، لأننا فقدنا الاتصال مع العالم الخارجي من حولنا، وبين أن نسعى برغبتنا أن نكون بمفردنا بعيداً عن الآخرين لبعض الوقت. والحقيقة هي أنه يمكن نحن أن نختار الطريقة التي ننظر بها إلى ظروفنا، فإن ما يقع لنا في الحياة قد يكون مؤلماً، ولكن نحن من نختار هل نعاني من هذه الآلام أم لا. سوف أسألك سؤالاً: ما الذي يجعلك تشعر بالتعاسة؟ وهل تحيا وحيداً منذ فترة طويلة؟ أو هل تشعر بعدم الرضا عن مظهرك؟ أو هل هناك أشخاص يزعجونك؟ هل تشعر فقط بالتعاسة دون أن تعرف السبب؟ إن كنت تشعر بأن هناك جانباً من حياتك يسبب لك التعاسة، فاسأل نفسك: هل من الضروري حقاً أن أعاني وأتألم؟ لأن الموقف يمكن أن يكون غير مريح أو على غير رغبتك، ولكن هنالك دائماً شيئاً يمكن أن تفعله لتغيير ظروفك. وهنا أكون قد أنهيت الفصل الأول وسألتك بعض الأسئلة في الفصل الثاني، أليس كذلك؟ في الفيديو القادم سوف نتناقش موضوع الفصل الثاني. وهكذا نكون قد أنهينا فيديو اليوم كحوار عن الكتاب وأول رسمة بورتريلي. سأسعد برؤية تعليقاتكم بخصوص ما فهمته من الفيديو، وأتمنى أن تكون رسمتي قد أعجبتكم. يجب أن أذهب الآن.